الحركة الثقافية والفنية بلبنان لا تهدأ على الرغم من الأوضاع السياسية المأزومة، ومهرجان السلسة ببيروت سلسة لوكا عم ينطلق للسنة الثالثة على التوالي مع مصمم الرقص شارل ماكريس. سلسة لنا 3 سنين، هذه السنة الثالثة محضرين بيروت سلسة لوكا فاستيفال اللي رح بيصير بريجنسي بالاس اوتيل، جايبين 15 ارتست من كولومبيا، فنزويلا، اسبان، غريس، لوس انجلوس، سويدن، مكسيكو. بعد الشوط ما يخلصوا بصير في سهرة سلسة للصبح. ثاني نهار السبت من 11 الصبح لل 6:30 عشية بصير في كلاسز. من عشية على 9 بالليل نهار السبت ريد كاربت، على 10 بصير في شوات. بعد الشوات بينزلوا بيرقصوا على بيرقصوا بين الناس، يعني بيرقصوا العالم. في 9 دي جيز عم تلعب سالسا، باتشاتا، كيزومبا، ميرينجي، تشاتشا، ريغيتون الى اخره. التحضير بدا من اشهر والعمل المضني استمر ليالي لانجاز هالمهرجان، انما الاحداث السياسيه الاخيره لا سيما تدهور علاقه لبنان مع العرب ادت الى الغاء عدد كبير من الحجوزات. عندي من ابو ظبي عندي 30 واحد كنسل، عندي من الاردن 3، عندي من سلطنه عمان كمان شي 5. بس لانه يو نو شان هيد بنعرف الدانسرز بيعرفوا بعض، فستيفال كبير والاسامي اللي جيبهم انا على فستيفال اللي يعملوا يعني شوات اسامي كثير كبيره بعالم السلسا. مهرجان السلسا رح يسمح لمحبي الرقص من كل لبنان الاحتكاك بكبار الراقصين العالميين، ولكل محبي الرقص عليهم انه يتوجهوا الى ريجنسي بالاس ادما ايام الجمعه والسبت والاحد مساء للتسجيل والمشاركه. كل الناس لازم تيجي تشوف، لازم تيجي تحضر، لازم تيجي تشارك. وكل مين قال انه كل الناس ما فيها تحضر هذا الشيء؟ رقص هي لغه الشعوب. كنت بلوس انجلوس اسمع مع ناس من نيبال، يعني انه ما بنعرف نحكي سو بنحكي نحن وعم نرقص. الرقص هو كمان بيوحد، يا ريت كل اللبنانيين بيرقصوا كنا بألف خير.